اسمعوا كلامي، انا لما بلاقي القلق بقول ليهم حق، بس لما بلاقي في مبالغة في القلق بقول لا، احنا مش كده، لا اعلاميا ولا مفكرين ولا مثقفين. اسمعوا، والله 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 انا يعني اصلا لازم احسب الكلام بتاعي كويس، لازم احسب كلامي كويس قوي، مش بس الكلام، الكلام والتصرفات لازم تتوزن بميزان من ذهب. مستقبل البلاد والشعوب مش بال، لا ده بالعمل والعمل والعمل. وبالمناسبة في كل اللي فات، في كل اللي فات احنا ما نجحناش الا ان احنا دائما كنا معا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا اي تحدي، اي تحدي ان شئتم ان انتوا تسموه تحدي، لا يمكن هننجح فيه الا لما نكون كلنا على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد. من فضلكم الكلام لكل الناس، لكل المصريين، وايضا لكل الاشقاء في اثيوبيا والسودان. تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعا، لنا ولكم، ونعيش كلنا في سلام وامان. دي كلمه انا بقولها لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنميه، بعيدا عن اي شكل من اشكال يعني التهديد. ارجع تاني اقول، ارجو ان القلق اللي موجود ده يبقى يعني لا يليق بينا. تاني بقول ان هذا القلق يبقى يعني حاجة تانية. قبل ما يحصل اي حاجة لمصر يبقى لازم انا والجيش نروح عشان حاجة تحصل لمصر، غير كده مفيش.